تمام. طيب في الانتي بايوتكس انت يعني مثلا عندك معركة مع جيش مع واتيفا، لازم انت تكون عارف انه الانمي بتاعك ده هو عبارة عن شنو كده، تمام. فتعالوا نرجع لأول رسمة رسمناها زمان في المايكروبيولوجي اللي هو الاستراكشر اوف ذا بكتيريا. لو جينا عينا للاستراكشر اوف ذا بكتيريا بنلقى البكتيريا دي فيها ده سيل ممبرين، والسيل ممبرين is surrounded by cell wall. طبعا ما هي بكتيريا عندها سيل وول، لكن ليت اس اسيوم يعني عشان دار اوريكم الحتت اللي ممكن تلعب فيها الانتيبيوتكس، تمام. فعندنا السيل ممبرين، عندنا سيل وول، والبكتيريا دي كلها عندها دي ان اي، تمام. طيب الدي ان اي ده فيه الجينيتيك ماتيريالز، وبعد ذاك حيحصل شنو؟ بعد ذاك حيحصل لها الجينيتيك ماتيريال دي حيحصل لها، ما احنا دارين نصنع بروتين صح؟ السيل وول ده بروتين، السيل ممبرين ده بروتين، دارين نصنع بروتين. عملية تصنيع البروتين ان انت تعمل شنو؟ تعمل ترانسكريبشن، الكلام ده قلناه في الموليكولار بيولوجي. تعمل ترانسكريبشن بمسنجر ار ان اي، وتمشي المسنجر ار ان اي ده تصنع بيه بروتين وين؟ في الرايبوزومز. فدي كلها حاجات موجودة بصورة طبيعية في أي بكتيريا. نجي نشوف البكتيريا يا شباب ممكن تلعب وين، أو الأنتيبيوتكس، تمام. أنت لو عملت انتربشن لأي واحدة من ديل يو كان أفيك ذا بكتيريا. قاموا قسموا الأنتيبيوتكس لنوعين أساسيات، بكتيريوسايدال وبكتيريوستاتيك. لما نقول بكتيريوسايدال معناه ديل they have the ability to kill the bacteria. بكتيريوستاتيك معناه they stop the growth. لو جينا عملنا كيرف مثلا، كانت البكتيريا بالشكل التالي ماشي is replicating. لما تدي بكتيريوسايدال انتيبيوتيك البكتيريا ريبليكيشن هيقل كده. طيب لو جينا والله مثلا ادينا بكتيريوستاتيك، الكيرف هيكون كده. بعد ذاك حتلقى انه الكيرف از جوينج، انا وقفت ما عملت كيلينج، وقفت الريبليكيشن في حته معينه. حيقوم يسال سائل ويفكر مفكر، يقول لي طيب انت البكتيريوستاتيك دي انت ما قتلت البكتيريا بس وقفت الريبليكيشن في حته معينه، فلو كان عددها 1000 حيكون عددها مواصل 1000 صح؟ انت ما قتلت الموجود بس منعته مور برودكشن. طيب كيف الجسم حيستفيد من الموضوع ده؟ انت لما توقف الريبليكيشن بتدي good chance for immune response to clear the bacteria. فدائما البكتيريا لما توقف الريبليكيشن بتاعها الاميون سيستم في حاله زي دي has the ability to kill the bacteria. اوكي؟ فعندنا بكتيريوسايدال and بكتيريوستاتيك، دائما بيكونوا المور باورفول هم البكتيريوسايدال. طيب بيلعب وين؟ من اهم السايت اوف اكشنز الادويه اللي بتلعب في السيل وول. ده السيل وول بنقوم بنسميهم سيل وول انهيبيترز. السيل وول انهيبيتر ديل بيتميزوا بحاجه انهم كلهم they are bactericidal، تمام. كلهم they are bactericidal. الفكره شنو؟ تخيلوا زول قاعد في البيت وجزول قصف البيت وتكسرت الحيط، خلاص البيت مات صح؟ فعشان كده هو is bactericidal. فالسيل وول انهيبيتر they are bactericidal، تمام. طيب السيل وول انهيبيتر ديل ذاتهم بيلعبوا كم لعبه جوا؟ تعالوا نحن نقرب شكل السيل وول ده ونعاين له. السيل وول ده بيكون عامل زي الحيطه يا شباب، طوبه ورا طوبه ورا طوبه ورا طوبه، الشكل التالي. طيب هل هو عبارة عن طوب؟ لا، هو عبارة عن بروتينز. طيب البروتينز اللي بتتكون دي ما عندك علاقة بأساميها شنو، لكن انت لما تبني الطوبة دي وتخط الطوبة اللي بعدها وتخط الطوبة اللي بعدها، الزول البنا العادي بيقوم بيجي بيجيب اسمنت مثلا يربط به وبين الطوب. نحن عندنا هنا very important enzyme بنسميه ترانس
بيبتايديز. ده بيعمل شنو يا شباب؟ بيعمل كروس لينكينج، يعني يربط الطوب مع بعض، كروس لينكينج. في مجموعة كبيرة من الانتيبيوتكس بتلعب في الترانس بيبتايديز، او نقول بيلعبوا في البيبتايد جلايكان. زمان في البيزك بكتيريولوجي اتفقنا انه السيل وول ده الكومبوننت بتاعته از بيبتايد جلايكانز، فهيلعب لك في او هيمنع الكروس لينكينج اللي هو الربيط بتاع البروتين. وديل مجموعة كبيرة وكلهم او معظمهم they are، معظمهم مش كلهم، they are بيتا لاكتمز، بنسميهم بيتا لاكتمز انتيبيوتكس. ليه سموهم بيتا لاكتمز؟ لانه في الاستراكشر بتاعهم عندهم رينج كده معينة، طبعا ما علينا علاقة بالاستراكشر، الرينج دي بنسميها البيتا لاكتم رينج. طيب البيتا لاكتم رينج ده احيانا يكون مرتبط بها مثلا امينو بينيسيلي نيميك اسيد او امينو something كده، فقاموا سموها بينيسيلينز، او امينو كيفالوسبورينيك اسيد قاموا سموها كيفالوسبورينز، وهكذا. فالميجر جروبس في السيل وول انهيبيترز هم البيتا لاكتمز، تمام. والبيتا لاكتمز ديل عندنا فيهم 3 ميجر، او عندنا فيهم يعني الميجرز جروب هم البينيسيلينز، و غير البينيسيلين ثاني عندنا شنو؟ عندنا الكيفالوسبورينز، وعندنا الكاربابينم، وعندنا المونوباكتمز. المونوباكتم ديز لو ييلد، يعني ما قاعد نستخدمه كتير. ديل فور جروبز اوف بيتا لاكتم كلهم دي ار سيل وون انهيبيتر، بيمنعوا الكروس لينكينج. جابوا ادويه ثانيه دي ار سيل وون انهيبيترز لكن ما بيمنعوا الكروس لينكينج، لكن هم بيمنعوا تصنيع السيل وول، بحيث انهم بيلعبوا وين يا شباب؟ يعني هم دي ار سيل وول انهيبيتر لكن بيلعبوا في تصنيع البروتين فروم ذا ستارت، تمام. سو دي بلوك ذا سينثيسيس. الدواء زي شنو؟ زي البانكومايسين، تمام. فبانكومايسين والبيتا لاكسام كلهم دي ار سيل وول انهيبيترز. طيب دي واحده من الطرق اللي احنا ممكن نلعب فيها، وين نلعب فيها؟ في البكتيريا. نجي نشوف طريقة تانية. فكروا وقدروا وقالوا يا اخي انتو احنا لو جينا للبكتيريا دي، السيل وول انهيبيتر دي ار بكتيريوسايدل. طيب البكتيريا دي عشان تعيش وتكون مستمرة معانا لازم تصنع السيل وول بتاعها يكون موجود، والسيل ممبرين موجود، وحاجاتها والانزيم بتاعتها اللي بتاكل بها وبتشرب بها تكون كلها موجودة. طيب هي بتصنع البروتين دي كيف؟ بتصنعها في الرايبوزومز، حسب الكلام اللي اخذناه زمان واضح جدا في الموليكولار بيولوجي. طيب ليه ما نحن نلعب في الرايبوزومز؟ ممتاز. طيب نحن في الرايبوزوم اصلا بنعمل شنو؟ قال والله نحن بنصنع بروتين. قالوا خلاص نسميهم شنو؟ نسميهم بروتين سينثيسيس انهيبيتر، بروتين سينثيسيس انهيبيترز. فالبروتين سينثيسيس انهيبيتر زيل بيمنعوا تصنيع شنو؟ بيمنعوا تصنيع البروتين بتاع البكتيريا، فالبكتيريا ما حتكون قادره تصنع الفايتال انزيمز، سو ات ويل لوز ذا ابيليتي تو سيرفايف. طيب دينا عيننا لشكل الرايبوزومز، لقوا انه والله الرايبوزوم دي فيها وحدتين، واحده كبيره بنسميها 50S، واحده صغيره بنسميها 30S. فبقى عندنا انتيبيوتكس بيلعبوا في ال 50S، وانتيبيوتك بيلعبوا في ال 30S، كلهم في النهاية بيأثروا في تصنيع البروتين. ما حبدأ عيد أسماء هنا عشان راسكم ما يطيش. في الـ 50S عندك زي الماكرولايد والكوينبريستين والكليندامايسين وكده، وفي الـ 30S عندك مثلا الأمينو جلايكوسايد زي الجينتامايسين والأميكاسين والستريبتومايسين والتتراسايكلينز، فده كلهم they are protein synthesis inhibitor. طيب دي فكرة ممتازة. يلا معظم البروتين synthesis inhibitor they are bacteriostatic with one exception، هم الأمينو جلايكوسايد، كلام ده هناخده بعدين. طيب هل في حته ثانيه ممكن نلعب فيها؟ فكروا وقدروا، فكروا وقدروا، قالوا يا اخي طيب البكتيريا دي ذاتها بيحصل لها ريبليكيشن كيف؟ يعني تنقسم من بكتيريا الى اخرى. قال والله عشان تنقسم لازم تعمل دي ان اي ريبليكيشن. ايوه تعالوا نلعب في الدي ان اي، ممتاز. طيب نلعب في الدي ان اي ريبليكيشن، فنجي نشوف الادويه او انتيبيوتكس ذات اتاك ذا دي ان اي. طيب عندنا ديفرنت ميكانيزمز زي الكوينولونز بيلعبوا في الجايريز، والأدوية بتعمل في ريديكال زي الميترونايدازول، والبتأثر في الفوليت زي الترايميثوبريم.
المهم ديل كلهم بيلعبوا في الدي ان اي، ما حنخش في اي تفاصيل حاليا تمام. فحاليا تهمنا انه نحن الميجر تارجتس بتاعنا شنو يا شباب؟ يا اما السيل وول، يا اما البروتين، يا اما الدي ان اي. طيب رايكم شنو نقوم نقسم المحاضره بتاعتنا؟ از انتيبيوتكس بنقول لهم سيل وول انهيبيترز، و بروتين سينثيسيس انهيبيتر، و دي ان اي انهيبيترز او الادويه ذات افيك ذا دي ان اي. تمام كلير يا شباب لحد هنا؟ فاهمين حاجه ولا؟ طيب حاجات بس اخيره، احنا عارفين حاليا في resistance to a lot of antibiotics، بقت في مقاومه للمضادات الحيويه، واحد من اهم اسبابه هو الirrational use، الاستخدام المفرط للمضادات الحيويه بسبب ومن غير سبب، صح؟ المقاومه دي بتحصل كيف؟ لو انت مثلا كل يوم بتيجي طالع الصباح من البيت دراسك تمام، اول ما تيجي طالع بلاقيك زول تحت الباب وبديك بنيه في راسك بوكسين، كل يوم طالع الجامعه طالع الشغل بنيه، وانت طالع بنيه وانت خاشي بوكس. طيب هل انت حتستمر ترضى انك تعيش حياتك بالطريقه دي كل يوم بنيه بنيه كده؟ حتقوم بعد ذاك يو هاف تو موديفاي او تحاول تتصرف. واحده من الطرق انه تتصرف والله ما دام هو اصلا البنيه دي موجوده موجوده، تقوم تجيب لك خوذه مثلا، صح؟ عشان حتى لو الزول ده اداك بنية او لو في جهاز قاعد برا الباب بديك بنية انت ما تحس بالالم. نفس الفكرة دي هي اللي بتحصل في الريزيستنس، انت لما تدي البكتيريا كل مرة مضاد حيوي تمام، هي زي اللي انت يو كيك ات تمام، زي اللي بتديها بوكس، فحتقوم مع الزمن تو ادابت، تحاول تقاوم العملية بتاعتك دي. طيب كيف ممكن البكتيريا تقاوم؟ To modify a target site. لما نقول to modify a target site يعني شنو؟ يعني مثلا لو انت كل يوم بتضرب البكتيريا في راسه حتقوم تغير شكل راسه، لو تضربها في السيل وول حتغير شكل السيل وول، ضربتها في البروتين دي حتغير شكل البروتين، that is it. او الطريقة الثانية انها تشوفك انت مثلا، الناس اللي بيلعبوا كاراتيه يعني بتتعلم انت مثلا لو الزول داير يضربك في الحته دي كيف تصده وتديه واحده ثانيه تمام، في حته يعني هو ما يكون منتبه ليها وكده، او الناس اللي بيلعبوا ملاكمه، فانت لو هي مثلا البكتيريا مدت ليك سيف انت ممكن تطلع لها شنو؟ تطلع لها درع، صح؟ الدرع ده ممكن يكسر السيف تماما، ممتاز. طيب السيف اللي انت طلعته مثلا في الانتيبيوتكس هنا ده في البيتا لاكتم جروب، الجروب دي كلها فيها انزيم او فيها رينج بنسميها بيتا لاكتم، البيتا لاكتم دي بتلم فيك بتبهدلك كبكتيريا، قاموا طلعوا درع سموه بيتا لاكتاميز. اوكي البيتا لاكتاميز ده عنده الابيليتي تو انه يكسر لك السيف بتاعك ده اللي هو البيتا لاكتم، فواحده من طرق الريزيستنس انه انت يا شباب تعمل انزيم تو بريك البيتا لاكتمز، دي واحده من طرق الريزيستنس تمام. واحده من الطرق الثالثه انه احيانا بيقوم الانتيبيوتيك بيخش جوه البكتيريا، بتقوم البكتيريا بتشغل بامب، البامب دي بتقوم بتطلع لك الانتيبيوتيك برا، فديل الميجر روتس يا شباب اوف ريزيستنس. طيب هل اي بكتيريا عندها ريزيستنس؟ يعني انت مثلا الليله مشيت الاي سي يو في مستشفى الشرطه وعندنا بيشنت عنده سيبسيس وقال والله الاورجانيزم ده از ريزيستنت للكوليستين وريزيستنت للميروبينام وريزيستنس لكده، طيب حتقوم والله انت تقول لي معناها البكتيريا جات للزول ده از ريزيستنت، طب هل معناه الزول ده يعني قبل كده اخذ ميروبينام واخذ كوليستين وبعد ذاك كون ضده مناعه؟ ما شرط.
البكتيريا الريزيستنت دي ذاتها عندها قدرة تنتقل. يعني مثلا أنا عندي سين من الناس ده بقى عنده ريزيستنت أورجانيزمز لأي سبب إن كان، قام شنو؟ قام يتنفس ونقل لزول تاني، الزول ده حتجيه ريزيستنت أورجانيزم وحتبقى is difficult to treat. طيب السيناريو الثاني إنه الزول ده مثلا خشته ريزيستنت أورجانيزم واحدة، الريزيستنت أورجانيزم الواحدة دي عندها الأبيليتي إنها تنقل الجين بتاع ده الفيو ريزيستنس للأذر بكتيريز اللي قاعدين مع بعض، بتنقله كيف؟ زمان أخذنا حاجة بنسميها البلازميد، البلازميد دايما هو بيكون فيه الجين بتاع الريزيستنس، بيقوموا بيتلاقوا مع بعض ويعملوا بايلس ويقوم ينقل لها الجين بتاع الريزيستنس، وده كلام قلناه في البيزك بكتيريولوجي. فدي كلها يا شباب طرق بتاعة ريزيستنس وكيف تتناقل الريزيستنس. تمام كده انتهينا من introduction to antibiotics and we are going to start the basic أو cell wall inhibitors. Any question؟ any question شباب ولا نخش في اللي بعده طوالي؟ طيب فعندنا ال cell wall inhibitors، لو جينا عيننا للوول عندنا هو عبارة عن blocks، البلوكس ديل دي ار بروتينز. تمام لازم يرتبطوا مع بعض بكروس لينكينج زي ما قلنا قبل بانزيم اسمه بيبتايديز او بنسميه الترانس بيبتايديز. يلا البروتينز ديل هم يا شباب اللي بيجي بيرتبط فيهم the first and the most important group which is penicillin، والبنسلين زين يا شباب هم they are the first group of antibiotics discovered by Alexander Fleming. تمام والانتيبيوتيك ده بيطلع من فنجس هو البنسيليوم. طيب هيقوم البنسلين ديل يرتبطوا بالبروتين زين بالترانسبيبتايديز، قاموا قالوا يا اخي ما دام ديل البروتين اللي بيرتبط بهم البنسلين ما في داعي نقول والله البنسلين بيرتبط بالبروتين رقم 5342450 no need، قاموا سموهم the protein that are attacked by penicillins، قاموا سموهم penicillins binding proteins. يعني بدل ما تحفظ اسماء احمد ومحمد وكده تقول والله البروتينات التي يرتبط بها البنسلين، فبتقول what is the mechanism of action، نقول والله الميكانيزم of action of penicillins انهم they link to او they attack the penicillins binding proteins mainly through action of trans peptidase. تمام فبيمنعوا الكروس لينكينج معناه بيمنعوا السيل وول. طيب لو البكتيريا بقى ما فيها السيل وول، تخيل دي بكتيريا السيل وول فقد الانتجريتي، طوالي اول حاجه حتتاثر اوزموتيك دامج، تبدا حاجات تخش من برا وهنا ويحصل اوزموتيك ويحصل لها ربشر، وبعد ذاك يحصل لك اكتيفيشن اوف ذا اوتوليتيك انزيم، تبدا خلاص البكتيريا ذاتها تقتل روحها والبكتيريا تموت. This is the mechanism of actions. تمام؟ ليه كل البنسلينز بيشتغلوا كده؟ البنسلينز دي الجروب نبداهم بالتسلسل الزمني. أول بنسلينز هم الناتشورال بنسلين، وده الأول جروب من البنسلين اللي هو اللي اكتشفه زي ما قلنا ألكسندر فيلمينج. عندنا بنسلين جي وبنسلين في أو بنقول بنزايل بنسلين أو بنزاتين بنسلين. تمام؟ هم عبارة عن يعني حاجة فيها بيتا لاكتام رينج وأمينو بنسيلات،
نيميك اسيد. المهم ما عليك الاستراكشر بتاعه، بس اعرف ليه البيتا لاكتام. طيب كانوا بيستخدموه زمان وبدا ينجح بصوره ممتازه. الاكتيفيتي بتاعته مين اللي كانت اجينست جرام بوزيتيف، يعني بيشتغل بصوره ممتازه للجرام بوزيتيف. طب هتقولوا لي ليه جرام بوزيتيف؟ هم ديل سيل وول. لو جينا عيننا للجرام بوزيتيف هتلقى انه ده السيل وول وده السيل ممبرين. لو جينا للجرام نيجاتيف هتلقى انه السيل ممبرين بره كده جوه وبره. Between them we have the cell wall. عشان كده دائما الادويه اللي بتلعب في السيل وول انهيبيتر they prefer to attack gram positive other than gram negative. ليش؟ لانه gram positive طوالي بتجي خاشه توشه، لكن gram negative انت عندك اول شيء تفتيش بره. لازم تكون عندك الكاركترستيك اللي بتخليك to pass، يعني تكون lipid soluble small in size عشان to reach to the cell wall. عشان كده بنلقى انه الناتشرال بنسلين they are mainly acting for جرام بوزيتيف اورجانيزم. كنا بنستخدمهم بصوره ممتازه لمجموعه من البكتيريا لايك ستريبتوكوكس، سواء كانت نيومونيا بايوجينز للاكتينومايسيز ستيل ذا بيريس لاين. اهم حاجه نحن بنعتبر انه الناتشرال بنسلين از ستيل ذا بيريس لاين فور تريبونيما باليدم اللي هي سبايروشيدز. دي اللي بتعمل شنو؟ بتعمل السيفلس. يعني لو جاك عنده سيفلس وات از ذا فيرست لاين طوالي تقول شنو؟ تقول بنسلين، ناتشورال بنسلين العادي ده تماما. اوكي طيب غير التريبونيما باليدم بتشتغل لنا برضو يا شباب في الجرام نيجاتيف نايسيريا مننجيتيس، يعني ممكن يستخدم في زمان كان يستخدم في المننجيتيس، حاليا صراحه قاعد يستخدم السيبتريكسون. ف فور ذا مننجيتيس كوزز مننجيتيس كود بي يوزد، لانه حاليا بقى ما افضل حاجه. في الجرام بوزيتيف العاديات الستريبتوكوكاي، والستريبتوكوكس هي اسمها ستريبتوكوكس نيومونيا بتعمل نيومونيا، وبيجوا كثير من العيانين حسي عنده التهاب في الصدر يقول لك يا دكتور والله اديني البنسلين المائي ده بينفع معي. ليش؟ لانه هو ريلي لو البكتيريا بتاعته دي سنسيتيف للبنسلين افضل ما ممكن نديها هو البنسلين، تمام؟ الناتشرال بنسلين سيمبلي. ودائما يا شباب نبطل، يعني احنا هنا في السودان بنحب ندي الانتيبيوتيك اللي بيعمل اي حاجه. نو انت عندك كونديشن معين ستارت از نارو از يو كان، يعني انت عارف انه الكونديشن بتستجيب للناتشرال بنسلين، هل في داعي ادي ميروبينم؟ نو نيد، ادي ناتشرال بنسلين سمبلي. اوكي طيب قام الزمن مشى والبكتيريا ما شاء الله عرفت البيتا لاكتم دي، بدت تكون ضدها شنو يا شباب؟ بدت تكون ضدها بيتا لاكتاميز. البيتا لاكتاميز ده هيقوم يكسر الانتيبيوتيك عادي. طيب هو اسمه شنو الانتيبيوتيك؟ اسمه بنسلين. قالوا خلاص ينسميه بيتا لاكتاميز ينسميه بنسلينيز، نفس الشيء بيتا لاكتاميز او بنسلينيز اللي هو الانزيم اللي بيكسر الانتيبيوتيك، وكده هيكسر الانتيبيوتيك وهيحصل لك ريزيستنس وما في فايده. فذيس از ذا ميكانيزم اوف ريزيستنس اوف ذا ناتشرال بنسلين، وانفورشنتلي بقت كميه من البكتيريا بتعمل له ريزيستنس، بالذات الجرام بوزيتيف ديل والستاف دي كمان بتنتهي منه مباشرة، تمام؟ طيب قبل ما نخش في اللي بعده نجي نشوف السايد افكت. معظم الأدوية يا شباب بتعمل هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، كيف؟ يعني أنت ممكن جسمك ده يتحسس يعتبر الأنتيجين بتاع البنسلين ده از اب نورمال أنتيجين ويكون ضده تفاعل مناعي، فبنسميها هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز. ممكن أحيانا يقوم يتلصق لك في الأر بي سيز بتاعتك، تمام؟ ويجوا الأنتيبوديز يضربوا الانتيبيوتيك القاعد في الار بي سيز يدقوهم مع بعض. الار بي سيز بالانتيبيوتيك بتاعه باي حاجه، فالار بي سيز they will be destructed. دي بنسميها autoimmune hemolytic anemia. فهو ممكن يكون واحد من اسباب الهيموليتيك انيميا، تمام؟ فده كده الناتشرال بنسلين. طيب بما انه الزمن مر وبقى فيه ليه ريزيستنس، طيب من اكثر الحاجات اللي بتعمل ريزيستنس شنو؟ والله من اكثر الحاجات اللي بتعمل ريزيستنس هي الستاف. قالوا خلاص نحن نقوم نصنع انتيبيوتيك دي البيتا لاكتام رينج اللي هو ده السيف، لكن في نفس الوقت السيف ده يكون شايل معاه درع. يعني لما يجوا الجماعه ديل يهاجموك بدرع ولا بسيف انت يو ويل اتاك ذيم، تمام؟ طيب شنو اللي انت حتركبه في الانتيبيوتيك؟ قاموا اضافوا للبنسلين ده، تمام، خاصية بتخليه انه يكون بيتا لاكتاميز ريزيستنت. اوكي فقاموا عملوا شنو؟
البيتا لاكتم جروب دي غيروا في الاستراكشر بتاعه، دي الحاجة اللي نعتبرها نحن درع، غيروا في الاستراكشر وبقت ريزيستنت للبيتا لاكتاميز. تمام، يعني انت كده غيرت في الاستراكشر بتاع الانتيبيوتيك وبقى الاستراكشر از ريزيستنت تو ذا بيتا لاكتاميز. يعني لما البكتيريا تطلع لك بيتا لاكتاميز تقول لها وين يا اخي، نحن شنو خلاص بقينا عارفين الموضوع، والاستراكشر بتاعتك البيتا لاكتام رينج بتاعتك دي از بالكي وز ديفيكلت، او هي ما البيتا لاكتام تصير، المهم تفاصيل في الاستراكشر الار جروب اللي هي الاتاش، فدي حتقوم شنو تقاوم البيتا لاكتاميز. طيب قالوا نسميها شنو؟ قالوا والله هذا هو البنسلين الذي يقاوم البيتا لاكتاميز، قاموا سموهم البيتا لاكتاميز ريزيستنت، يعني مقاوم للبيتا لاكتاميز بنسلينز. قاموا ناس تاني قالوا يا اخي انتوا مش جايبين سميتوه بنسلينيز، قالوا خلاص نسميه بنسلينيز ريزيستنت بنسلين. قاموا الكلينيشن طبعا ما بيعرفوا الكلام ده، قالوا نحن والله بنعرف انه البيتا لاكتاميز ده اكتر بكتيريا بتطلع وهي اللي ستاف، قالوا لهم خلاص ولا يهمكم انتوا اللي ستاف بالجروب ده نحن بنجيها ليكم. قاموا سموهم شنو؟ سموهم الانتي ستافيلوكوكال بنسلين، ده نفس الجروب. الانتي ستافيلوكوكال بنسلينز ليش؟ لانه الستاف دي من اكثر البكتيريا اللي بتستخدم البيتا لاكتاميز تو ريزيست البنسلينز. تمام، فانت كده يا شباب قفلت باب البيتا لاكتاميز وبقيت ما بتقدر تتضرب من الحته دي. طيب قاموا سموهم شنو؟ اول واحد في الجروب ده كان اسمه الميثيسيلين، بدوا يستخدموه لفتره من الزمن ولقوا انه بيعمل التهاب في الكلى بنسميه انترستيشيال نيفرايتس، بتاخدوه في الباثولوجي. طيب هل ممكن نقول للناس والله نحن يا اخي يا اما تموتوا بالبكتيريا يا اما بالفشل الكلوي؟ قالوا لا يا اخي خلاص نشوف له بديل. قاموا شافوا له بديل وبقينا ما بنستخدم الميثيسيلين، تمام، بنستخدم اخوانه في الجروب اللي هم الكلوكسيسيلين والنافسيلين والدايكلوكسيسيلين وهكذا. طيب لكن يا شباب الميثيسيلين لانه هو الاول قام شال الاسم فبنقوم بنسميهم الميثيسيلين جروب. طيب جانا ايام بستاف انفكشن ستاف اوريس، اديناه ميثيسيلين واستجاب للعلاج والستاف ماتت، قاموا سموا الستاف دي هي الستاف التي استجابت للميثيسيلين، قاموا سموها ميثيسيلين سنسيتيف ستاف اوريس، بيختصروها كده MSSA. طيب دي جبنا الميثيسيلين للستاف وكتل الستاف والستاف استجابت، قالوا نحن نسمي الستاف ذاته ميثيسيلين سنسيتيف ستاف اوريس. مر الزمن وانت كل مره بتدي الستاف دي بنيه في راسه وحتتصرف وحتلقى طريقه تعمل بها ريزيستنس. تمام، قامت حقيقه اتصرفت وعملت ريزيستنس. يا الله. طيب قال اول شيء نسميها شنو؟ يعني نحن اصلا جايبين الجروب ده عشان الستاف دي تقوم هي تعمل ريزيستنس، طيب بدل ما هي كانت سنسيتيف للميتسيلين قالوا خلاص نسميها الستاف التي قاومت الميتسيلين، قاموا سموها ميثيسيلين ريزيستنت ستاف اوريس، ودي هي المرسى، تسمعوها كثير في المستشفيات لكن ما نكون عارفين هي بالضبط شنو. فالمرسى از ميثيسيلين ريزيستنت ستاف اوريس، يعني نحن بعد ما جبنا بدرع وبسيف وهنا بعد ده ثاني الستاف عملت ريزيستنت. طب عملته كيف؟ قال والله الستاف ولا عملت بيتا لاكتاميز ولا حاجه، غيرت شكل البروتين فعملت موديفيكيشن لمنو يا شباب؟ للتارجت سايت، غيرت شكل البروتين وكده بقى الانتيبيوتيك ما قادر يشتغل. تمام، طيب نعود للجروب ده اللي هو البيتا لاكتاميز ريزيستنس او البنسلينز بنسلينز ريزيستنس، اساميهم قلنا شنو يا شباب؟ نافسيلين اوكسيسيلين كلوكسيسيلين دايكلوكسيسيلين وكده، بنسميهم الميثيسيلين جروب. ما بنستخدم الميثيسيلين جروب للميثيسيلين ذاته ليش؟ لانه قلنا عمل انترستيشن نيفرايتس. طيب بنستخدمه لمنو؟ بنستخدمه مينلي للستاف اوريس. طيب الستاف دي بتعمل شنو؟ بتعمل اوستيومايلايتس وسبتيك ارثرايتس وانفكتيف اندوكاردايتس، كلام اخذته في الميكروبيولوجي. اوكي، طيب السايد افكت هايبر سنسيتيفيتي زي اي بنسلين وانترستيشن نيفرايتس مع الميثيسيلين وحاليا خليناه. كيف بتعمل ريزيستنس؟ بتغير التارجت سايت. كده اخذنا تو جروب يا شباب،
الناتشورال بنسلينز البنسلين جي والفي والانتي ستافيلوكوكال بنسلين او بنسميهم البيتا لاكتاميز ريزيستنت بنسلين. فاهمين حاجه يا شباب؟ دلوقتي دي دايره تركيز شديد. اوكي نمشي لبعده. مشى الزمن ولقى انه نحن بالله عندنا a lot of diseases they are caused by gram negative. طيب قالوا ليه نحن ما نعمل modification to modify الستركشر بتاع البنسلين عشان يكون عنده ability to attack some of the gram negative لانهم بيجوا بيعملوا امراض كتير. قالوا والله ممتاز. قاموا اضافوا للبنسلين اضافوا له امين جروب. قاموا سموا الجروب ده الامينو بنسلين. طيب الامينو بنسلين زي عندنا فيهم تو نيمز الاموكسيسلين و الامبيسيلين. اموكسيسيلين ان امبيسيلين. تمام؟ ديل عبارة عن نفس البنسيلين فيه امين جروب قام اداهم خاصية انهم شنو يا شباب؟ انهم they can attack even gram negative. فهم لسه بيضربوا الجرام بوزيتيف الزمان. بغض النظر بيحصل ريزيستنس ولا لا الستريبت والحاجات الزي دي. In addition to some of the gram negative اللي هم شنو هيموفيلس انفلونزي. تمام اتش بايلوراي اي كولاي سالمونيلا شيجيلا بروتياس. اوكي هيموفيلس انفلونزي اتش بايلوراي اي كولاي سالمونيلا شيجيلا بروتياس اند ليستيريا مونوسايتوجينز. وبتضرب برضه البوريليا بورجدورفير اللي هي بتعمل لايم ديزيز. فما شاء الله شايفين بقى البنسلين بتاعنا اتطور شويه. طيب نري نشوف الاموكسيسلين معناه ويتش ديزيزز. يعني انت انا قلت اسماء بكتيريا لما الملك الهيموفيلس انفلونزي مثلا بتعمل ريسبيريتوري تراكت انفكشن ويناديش ان هو اصلا بيضرب الستريب نيومونيا. عشان كده احنا بنلقى انه الاموكسيسيلين واحد من الفيرست لاين فور ذا تريتمنت اوف نيومونيا ان ابر ريسبيريتوري تراكت انفكشن. لما نقول اتش بايلوراي فالاموكسيسيلين واحد من التريبل ثيرابي اللي بنستخدمهم في العلاج بتاع القرحه المعديه بيبتيك السر تاخدوها في الباثولوجي. الايكولاي واحد من اهم اسباب اليو تي اي فبنستخدم الاموكسيسيلين في اليو تي اي. هيقوم زول يقول لي والله انا لما نمشي للدكتور واقول له يا اخي عندي التهاب في البول ما بيكتب لي اموكسيسيلين بيكتب لي سيبرو حاجات حناخدها بعدين. بقول له لو مثلا جاتنا زول بريجننت بيو تي اي از كونترا انديكيتد نديها سيبروفلوكساسين. في حاله زي دي بنديها شنو بنديها اموكسيسيلين. تمام سالمونيلا وشيجيلا بيعملوا جاسترو انترايتس. يعني كده انت لو فتحت الليفلت بتاعت الاموكسيسيلين هتلقى انها ممكن يستخدم في الجاسترو انترايتس. بروتياس يو تي اي ليستيريا مونوسايتوجين قلنا بتعمل مننجايتس بنديهم امبيسيلين. قلنا في الناس الصغار والناس الكبار والناس الاميونو كومبرومايز. اللايم ديزيز لو كانت الزوله بريجننت بنديها اموكسيسيلين. الفيرست لاين هم الدوكسيسايكلين. فدي مجموعه من الحاجات اللي انت ممكن انحس باعتباري راجعت مايكروبيولوجي والكلام ده اخذناه زمان. فعشان كده نحن عارفين انه الاموكسيسيلين والامبيسيلين ديل بنستخدمهم لشنو يا شباب؟ يعني بيستخدموا في حاجات اكبر. طيب حيقوم يسال سائل يقول لي والله يا دكتور انا الاموكسيسيلين ده ما قاعد نستخدمه ونحن ذاته ما معتبرينه دواء.
لكن انا بعرف دواء سمح شديد وعند استخدمه طوالي اسمه الاموكلان او الكو اموكسيكلاف. الفكره شنو بتاعت الاموكلان؟ الاموكلان ده اسم تجاري، واسمه العلمي هو عباره عن اموكسيسيلين بلس كلافيولينيك اسيد. طيب يعني شنو اموكسيسيلين؟ يا هو الاموكسيسيلين البنسيلين بلس امينو جروب بيعمل كفرنج للكلام الفات. مر الزمن وجات البكتيريا عملت شنو؟ عملت بيتا لاكتاميز، ضربت به الاموكسيسيلين اللي انا فرحان به من قبل ده. مش انا من قبل فرحان وقلت لكم والله بنضرب الجرام نيجاتيف كمان. بقت البكتيريا كان جرام بوزيتيف كان نيجاتيف بتجيب البيتا لاكتاميز بتضرب الانتيبيوتيك بتعوضه. طيب قاموا ناس الصيدله قالوا نحل الموضوع ده كيف؟ هل ممكن تو موديفاي الاستراكشر زي قبل؟ قالوا ما ممكن، لكن احنا ممكن نركب لك ماده عديل درع. الماده دي اسمها كلافيولينيك اسيد. كلافيولينيك اسيد ده وظيفته الوحيده انه هو عباره عن بيتا لاكتاميز انهيبيتر، يعني بيمنع البيتا لاكتاميز بتاع البكتيريا، فحديد بيضرب حديد والانتيبيوتيك بتاعك يعيش في امان الله. عشان كده يا شباب نحن يعني بنعتبر انه الاموكلان او الاموكسيسيلين كلافيولينيك اسيد از مور سترونج. هو ما بغطي انواع مختلفه، هو بيغطي نفس الانواع اللي بغطيها الاموكسيسيلين، لكن هو صعب يحصل له ريزيستنس لانه عنده حاجه بتمنع البيتا لاكتاميز، فهو از ريزيستنت تو ذا ريزيستنس، يعني البكتيريا ما بتقدر تقاومه بسهوله. فدي الميزه بتاعت الاموكلان والكده. تمام، فحقوم اسالكم طوالي حتكونوا فهمتوا كيف البكتيريا بتعمل ريزيستنس للاموكسيسيلين. تقول لي والله بالبيتا لاكتاميز، نحلها كيف؟ نضيف له مركب زي شنو؟ زي الكلافيولينيك اسيد. السايد افكت اللي بيعملها برضه هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، واحد من الادويه اللي بتعمل سودو ممبرينس كولايتس، حنجي نتكلم عنها بعدين. طبعا جبنا سيرتها في المايكرو لكن حقول اكثر لما نمشي للكليندامايسين والكيفالوسبورينز. فديل يا شباب الاموكسيسيلين او الامينو بنسيلينز جروب. فيهم سؤال؟ اني كويشن؟ طيب قبل قلنا مشكلتنا مع الجرام نيجاتيف او مشكله البنسلينز ان جنرال مع الجرام نيجاتيف انه ما بيقدر تو كروس ذا اوتر سيل وول. تمام، وبقت عندنا يعني مجموعه من الانفكشن بقت جرام نيجاتيف، ومعظم السبسيس والسبتسيميا بتحصل بالجرام نيجاتيف لانه عندها اندوتوكسين زي ما قلنا الكلام ده في المايكرو. طيب عشان انت تجيب بنسلين يشتغل في السيل وول في الجرام نيجاتيف لازم يكون كان كروس ذا اوتر سيل ممبرين. قاموا صنعوا بنسلينز جروب صغير شديد في الحجم، معناه بيقدر تو كروس ذا اوتر سيل ممبرين. ممتاز. طيب اكثر من اكثر البكتيريا السيئه او بتعمل سيبسيس في المستشفيات والاوتر سيل ممبرين بتاعها از فيري كومباكت وفتحاته صغيره جدا هي السودوموناس. قالوا والله نحن ما دام صنعنا بنسلين بيقدر ايفن تو كروس السودومونال طوال، نسميه شنو؟ نسميهم الانتي سودومونال بنسلينز. فستراكشر وايز الانتي سودومونال بنسلينز دي ميزته منهم they are very small، فعشان كده بيقدروا بيشتغلوا في الجرام نيجاتيف and to cross the outer cell membrane. طيب اساميهم شنو؟ اساميهم بايبرسلين والتايكرسلين، وبدينا نستخدمهم ما شاء الله against the gram negative بصورة ممتازة، وبدأ يحصل response. قامت الجرام نيجاتيف زي زول اللي بده بنية كل يوم بدأت تعمل شنو؟ برضو دورت شنو يا شباب؟ بيتا لاكتاميز، ما فينا بنسلين. قالوا خلاص نحن دواء سمين زي ده او is يعني is very valuable drug ما نضيعه، نقوم نضيف له حاجة زي الكلافيولينيك اسيد. تمام، اللي هم يكونوا شنو يا شباب؟ يكونوا بيتا لاكتاميز انهيبيتر، اللي هم حتضيف سلباكتم وتوزاباكتم. سلباكتم وتوزاباكتم، تايكرسيلين سلباكتم مثلا، بايبرسيلين توزاباكتم. يعني في دواء اسمه التجاري تازوسين، ما حتلقى انت يعني في الصيدليات مثلا بيبيعوا البايبرسيلين براو ولا التايكرسيلين براو. غالبا لازم، ما انت لو بعته براو حتفقد خاصيته. ده دواء بيضرب السودوموناس، ما تضيعه به
بيتا لاكتاميز بس يعني لازم تديه خاصية شنو يعني زي بيقولوا إذا ضربته فأوجع تمام. فأنت دار تضرب سودومونس أضربه بكله، أدي البايبرسيلين وأدي معاه طواري بيتا لاكتاميز انهيبيتر واللي هم شنو يا شباب البايبرسيل السلباكتم والتوزاباكتم. يعني أنا لما أقول لك وات إز كلافيورينيك أسيد ولا وات إز سلباكتم ولا وات إز توزاباكتم they are not antibiotic لكن ديل they are co antibiotic يعني بيساعدوا الأنتيبيوتكس they are beta lactamase inhibitor. فديل قاموا سموهم انتي سودومونال بنسلين.